عدت إليكم من جديد لنتابع درسنا حرف الضاء. أنا حرف الضاء وأنطق إض. لنكمل قراءة حرف الضاء ضمن الحركات وضمن حروف المد. ض ضو ضي. ضا ضو ضي. أحسنتم أحبتي، والآن لنشاهد سويا كيفية كتابة حرف الضاء. وفي البداية أطلب منكم كما كنا نفعل سابقا في الغرفة الصفية رسم حرف الضاء في الهواء. أحسنتم أحبتي. لنشاهد طريقة كتابة حرف الضاء من الأسفل وهو يحتوي على نقطة واحدة. أحسنتم، وله شكل واحد وحسب موقعه في الجملة، في الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة، وأول الكلمة نفس الشكل. لنقرأ سويا. ض ظرف. ضو ظفر. ضي ظلال. ضي ظلال. ضا كما هو الحال في كلمة ظافر. أحسنتم. ضو كما هو في كلمة محظوظ. أحسنتم. ضي كما هو الحال في كلمة عظيم. عظيم. أحسنتم أحبتي. والآن أحبتي لنلعب سويا. أجمع حرف الضاء ضمن الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون لنشاهد سويا. ساعدوها في جمع حرف الضاء ضمن الحركات. في السلة المطلوب ض فتحة. أحسنتي، هيا أسرعي هيا لنشاهد ض. أحسنتي، لا تأخذيها إنها تحتوي على السكون. أحسنتي يا صغيرتي، هيا يا سارة ض. أحسنتي. والآن اجمع حرف الضاء ضمن حركة ضو. الحركة هي الضمة. أحسنتم. ضو، لا تأخذيها. ضو. أحسنتم، هنا لا. ضو. أحسنتي. أحسنتي صغيرتي. لنشاهد سويا الصور التالية. والآن صل صوت الحرف بالصورة الدالة عليه. هل أنتم جاهزون؟ أحسنتم. لنبدأ لنستمع جيدا. نطق الحرف وما هي الحركة الذي تمثل حرف الضاء. سنقوم بالضغط على الصورة وسماع صوت الشيء الذي يمثل هذه الصورة وتوصيله مع المقاطع القصيرة المناسبة. هل هي إض أم ضو أم ضي أم ض؟ هنا ظفر، أما هنا ظل، أما هنا عظمة، وهنا محفظة. أي هذه المقاطع تناسب؟ ظفر، ظفر، إذن ظو. أحسنتم. وهنا ظل، ظي، ظي، ظل. أحسنتم. أما عن عظمة فهو السكون، وعن محفظة الظ. أحسنتم.